جددت وزارة الصحة دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين في مملكة البحرين إلى المبادرة بتلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا بهدف تحقيق المناعة الجماعية بما يسهم في القضاء على الفيروس والعودة للحياة الطبيعية بأسرع وقت ممكن. قد أعلنت وزارة الصحة أن عدد من تلقى الجرعة الأولى من التطعيم بلغ حتى مساء أمس الأحد 487,640 شخصا، فيما حصل أكثر من 248,000 شخص على الجرعة الثانية من التطعيم.